بسم الله. دلوقتي انا عايز لما ادوس على زرار معين كل الحاجات اللي انا عاملها تبدا تختفي ويرجع الموضوع لاصله تماما لنقطه الصفر. طب اعمل ايه؟ اول حاجه انا عايز مثلا كل المرسوم هنا يختفي. طيب انا هاجي من هنا اقول له هوين سبيس كي بريس. لما ادوس اي حرف من دول ممكن تختار اي حرف انت عايزه، فانا اقول له سبيس. طيب وبعد كده اقول له كلير، امسح لي، امسح كل اللي موجود. طيب بعد ما مسحت محتاج ايه تاني؟ عايز اقول له القلم اللي هو البين، بين اب، ارفعه بحيث لو انا قلت له موف يتحرك من غير ما يرسم. طيب القط ده ممكن يكون في اي نقطة. طيب انا عايز النقطة دي القط دوت يروح لنقطة زيرو زيرو، فهقول له جو تو اكس زيرو واي زيرو. طيب هو كده هيروح لزيرو زيرو، بس عايز اتاكد ان الاتجاه بتاعه مظبوط تمام، فهقول له حطه لي في البوينت ان دايركشن 90. يبقى كده هيعمل ايه؟ في اي مكان انا موجود فيه مثلا رسمته اهو بالشكل دوت، مجرد ان انا ادوس المسطره ياخد شويه خطوات. ايه هي؟ اول حاجه يمسح كل اللي اترسم، بين اب يرفع القلم يروح لنقطة زيرو زيرو، والدايركشن بتاعه يتأكد ان هو بيبص ناحية اليمين بالشكل دوت تمام. اول ما ادوس مسطرة يبقى انا ممكن اجي هنا مثلا خلينا نقول له مثلا في الزاوية ديت، وممكن اقول له جو تو ذا دايركشن، خلي الدايركشن بتاعك مثلا اي زاوية انت عايزها 180 مثلا اهي تمام. اول ما ادوس سبيس هيظبط الزاويه بتاعته، هيخفي كل حاجه، هيروح لنقطه الزيرو زيرو تمام. قط مطيع كل حاجه تمام. وممكن اقول له عايز اغير الشكل بتاعك اللي هو ديت من لوكس، اول ما ادوس سبيس اهو